ليه نتكلم عن الإخوان؟ هل تعتقد أن هناك ضرورة لتذكرة الناس أو طرح الإخوان وخطورتهم طوال الوقت؟ جماعة الإخوان ليست أغنية يعاد بث هذه الأغنية بين الحين والآخر. نعم. هناك فرق كبير بين أن يكون هناك حزب سياسي مثلا، والحزب السياسي تعرض لصعوبات أو وجه بضربات أمنية ما فانتهى. نعم. والأحزاب تنتهي ولا يبقى منها شيء. الحزب حزب مصر لو تتذكر، نعم، انتهى، ثم أصبح هناك الحزب الوطني الذي انتهى أيضا، رغم أنه كان هناك ملايين من العضويات. طبعا. لأن دي أحزاب سياسية. أما التنظيمات السرية التي أظهرت جزء منها يسير، حتى جزء بسيط، علشان خاطر الجزء ده يسهل له التعامل مع مؤسسات المجتمع ومع أفراد المجتمع، ويسهل له التعامل مع الأفراد والتأثير فيهم بشكل أو بآخر. أنا آسف بس أنا هقف هنا. يعني حضرتك تقصد أن ما رأيناه من الإخوان سواء كانوا في السجون أو اللي هربوا أو دول اللي على السطح، ولكن هناك آخرين كامنين موجودين متغلغلين؟ بص، دول نسبة 1% اللي ظهروا. من دخل في السجن ومن ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام عبر سنوات طويلة. نعم. ومن دخل النقابات المهنية، ومن دخل البرلمان، ومن دخل مجلس الشورى، ومن تحرك وسط المجتمع، ومن اعتلى المنابر، ومن سأظل أعد في كلمة من إلى ما لا نهاية. دول كلهم بيمثلوا 1%. كنت أنا بسمي 1% ده جبل الجليد الظاهر. جبل الجليد بيظهر منه جزء صغير، أما الجزء الأكبر مدفون تحت الماء لا يرى أحد، ويظل ويظن الناس أن الجزء ده اللي ظاهر من الجبل هو ده كل الجبل. فلذلك تلاقي حد دلوقتي ممكن يقعد معاك ويقولك أنه يعني ما الإخوان انتهوا يا عم، انت بتجيب سيرة الإخوان. أيوة، هو انتوا حاطينهم شماعة علشان. أيوة. تعلقوا عليهم. طبعا ده بيتقال كتير. الأزمات التي تتعرض لها البلاد. ما الحقيقة في هذه المقولة؟ لا، هذه حقيقة. يعني إذا كان الذي يقول هذا الكلام ينتمي إلى الإخوان أو قريب منهم أو من الدوائر القريبة منهم فهو كاذب، وهو يعلم أنه يروج الكذب. ولكن هناك فريق آخر من الناس الذين خدعوا بهذه الأكاذيب.